لينا اليوم النتيجه اليوم جد مرضيه والعقبال ماتش الجاي ان شاء الله. فيف لو ماروك، مبروك المنتخب الوطني ومبروك للشعب المغربي في جميع انحاء العالم، ومبروك علينا الفوز على منتخب بلجيكا، وكنهديو هذا الفوز لجلاله الملك محمد السادس. وديما مغرب، ديما مغرب. في جد المستوى فرحونا، خرجنا كاملين مع العائلات ديالنا والاصدقاء، وكنشكرهم بزاف على هذه الفرصه هذه اللي عطوها لنا باش نفرحوا في هذا النهار هذا، وكنتمنى لهم التوفيق في جميع المباريات القادمه يا ربي. الله يوفقكم وديما مغاربه. تحيه اجلال واكرام للاخ الركراكي الذي يعني رفع برؤوس المغاربه والعرب كافه اجمعين، وشكرا للفريق المغربي الذي قاتل وجاهد في سبيل يعني اعلاء كلمة الوطن و يعني النهوض بالرياضة والكرة المغربية. شكرا لكم يا أستاذ الأطلس، شكرا لكم يا مغاربة يا عرب، رفعتم برأس العرب أينما كانوا، شكرا لكم. بزاف بزاف، والمغرب ديالنا إن شاء الله الحمد لله أخيرا وأخيرا الحمد لله. مبروك علينا هاد الفوز، تبارك الله على المغاربة، الله يحفظهم والله يسهل عليهم ديما هكا رجالة، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب. اليوم فرحانة المغرب ربح إن شاء الله، نتأهلوا لي ماتش الآخرين. فيف لو ماروك، ودينا المغرب. واخا المباراة كانت صعيبة بزاف، ولكن استطعنا نتأهلوا بجوج ديال الأهداف، ومبروك علينا ومبروك لكاع المغاربة، وهذا الربح هذا كان هدي لكاع المغاربة. وشكرا المغرب. جد فرحانين وسعيدين بهذا الانتصار اللي هو رائع وجد رائع، وديما مغرب وفلسطين، والحمد لله والشكر لله. ارفعوا الرايه المغربيه من وصوت وسط قطر، ديما مغاربه. شكرا للجميع.